قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي 594 اعتداء تراوحت بين تخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وغيرها. للمزيد حول هذا الملف يسعدنا أن نستضيف السيد أمير داود مدير عام التوثيق في هيئة شؤون الاستيطان والجدار الذي ينضم إلينا هاتفيا. أهلا ومرحبا بك يا سيد أمير. أهلا، مساء الخير. مساء الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين. يسعد أوقاتك. يعني 594 قمتم بتوثيقها، تفاصيل أكثر حول هذه الاعتداءات. صحيح، يعني تمكنت طواقم التوثيق ونشر المعلومات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومنذ مطلع شهر تموز من توثيق أكثر 594 انتهاكا طالت المواطنين والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة والقدس. هناك بعض الاعتداءات طالت الأراضي والشجر، سجل اقتلاع وإلحاق ضرر ب 2175 شجرة، كان منها 1840 شجرة زيتون. يعني قام المستعمرون المستوطنون اليهود باقتلاع 1840 شجرة زيتون من مجموع 2175 شجرة تم الاعتداء عليها. بخصوص عمليات الهدم، كان هناك أكثر من 26 عملية هدم طالت 49 منشأة من المنشآت الفلسطينية. تم توزيع 49 إخطارا للمنازل والمنشآت، هي توزعت هذه الإخطارات بين إخطارات هدم وإخطارات وقف بناء وإخطارات إخلاء لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص. تركزت هذه توزيع الإخطارات في محافظات الخليل وطوباس كأكثر محافظتين. كان عندنا، كان هناك جملة من المصادقات على المخططات الهيكلية للمستوطنات، تم المصادقة على أكثر من 20 مخطط للمستوطنات. استهدفت هذه المخططات أكثر من 2137 منهم من أراضي المواطنين بغرض بناء 3430 وحدة استعمارية جديدة. بالإضافة إلى المصادقات، كان هناك إيداع لست مخططات استيطانية جديدة استهدفت 579 دونم من أراضي المواطنين، هدفت لبناء 2029 وحدة استعمارية جديدة. أخطر ما في هذه الانتهاكات التي حدثت في شهر تموز هو شرعنة بؤرتين استيطانيتين جديدتين في محافظة رام الله. الأولى هي متبي داني، وتمت شرعنتها من خلال إقرار مخطط هيكلي لها. البؤرة الثانية هي بؤرة متبي كرميم، وتم شرعنتها من خلال قرار سابقة قانونية، من خلال قرار محكمة قضت المحكمة لصالح المستعمرين اليهود بالمصادقة على المخطط الذي يخص هذه البؤرة. بالإضافة إلى ذلك وأخيرا، تم الشروع في بناء مقطعين من الجدار الضم والتوسع، الأول في شمال الضفة الغربية بطول 45 كيلومتر يمتد من قرية سالم إلى قرية شويكي في محافظة الكرم، المقطع الثاني في جنوب الضفة الغربية وبلغ طوله 22 كيلومتر يمتد من قرية لسفر إلى قرية خشم الدرج في محافظة الخليل. لم تنتهي سلطات الاحتلال من بناء هذه المقاطع، ولكن شرعت بها، وهذا هو الطول المخطط لبنائه على صعيد الجدار. نعم، إذن مجرد الشروع بها هي خطوة خطيرة بحق الأراضي الفلسطينية وسيطرة عليها، ربما سيطرة على كل مناطق الضفة. طيب كيف تفسر هذه الزيادة في هذه الأرقام وتركزها في هذه المناطق تحديدا؟ يعني بالعودة مرة أخرى إلى موضوع الجدار، نحن لا نتحدث فقط عن بناء مقاطع من الجدار، نحن نتحدث عن مجموعة من الأراضي سيتم عزلها خلف الجدار، وبالتالي نعم، ربما هذا البناء يكون متصلا للجدار في هذه المناطق. تماما، هي أصلا هذا المقاطع من الجدار كانت هي مقاطع للأسيج الشائكة، استدلتها قوات الاحتلال بالمقاطع الإسمنتية الخرسانية، وهي تحاول استكمال بناء المقاطع الإسمنتية الخرسانية في هذه المناطق. وبالتالي نحن نتحدث عن بناء كامل للجدار بطول 6.9 أمتار في هذه المناطق، تعزل مئات بل آلاف من الدنمات خلف هذه المقاطع من الجدار. وبالحديث عن موضوع الاعتداءات والانتهاكات لهذا الشهر، صحيح نحن نشهد موجة كبيرة من الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والممتلكات الفلسطينية. نحن نتحدث بالإضافة إلى ذلك عن عملية تناوب
وتبادل أدوار ما بين جيش الاحتلال والمستعمرين المستوطنين اليهود. شارك المستعمرون اليهود بالكثير من الاعتداءات، شاركوا في اقتحامات الكثير من المدن الفلسطينية. تجلى أكبر اعتداءات المستعمرين اليهود بإطلاق النار على أحد المواطنين العزل في قرية المغية في محافظة رام الله قبل أيام قليلة، وأدى إلى استشهاد الشاب ذا 16 عاما قبل أيام قليلة. نعم، إذن اعتداءات المستوطنين تطال المواطنين، أيضا جدار الفصل والتوسع العنصري يمتد ليشمل محافظات مختلفة من أنحاء الوطن. هيئة الجدار والاستيطان كيف تتابع هذا الموضوع؟ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسير للتعامل مع هذا النوع من القضايا وفق مجموعة من المسارات. المسار الأول هو المسار القانوني، وهو المسار الذي يتابع قضايا المواطنين ويقدم الاستشارة القانونية للمواطنين من أجل إبطال الحجج الإسرائيلي بالسيطرة على أراضيهم ومصادرتها وإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها. المسار الثاني هو المسار الذي يدعم صمود المواطنين ويمنع تهجيرهم قسريا ويمنع هدم منازلهم. وإذا تمت عملية الهدم، تسعى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى عدم مبيت أي مواطن فلسطيني بالعراء من خلال الهدم المباشر البناء المباشر بعد الهدم الذي تقوم به سلطات الاحتلال. المسار الثالث هو مسار توثيق الانتهاكات، وهو مسار يمشي بشكل متوازي مع المسارات الأخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية متكاملة، عملية تتقدم قانونيا بالإضافة إلى دعم صمود المواطنين وتوثيق انتهاكات الاحتلال وكشف اللثام عن وجه الاحتلال. نعم، سيد أمير داود مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أشكرك على كافة هذه التفاصيل.